خلي الشيكارة دم بالشيكارة وقعد يا حفني علالك سيدارة. فكر شوي في العيشة دي، فكر شوي في العيشة دي، ايه القضية ايه العبارة. من صغري سني شقيان لكني، من صغري سني ابوي شقيان لكني، بوي ملط سني غير لبصارة. ودخلت حارة من جوا حارة، وفي كل حارة عني عمارة، وسط المعاول بنا ومناول، وسط المعاول بنا ومناول، بس المقاول كان الشطارة. ودخلت حارة يا بوي من دو حارة يا بوي، وفي كل حارة يا بوي علية عمارة يا بوي، وسط المعاول بنا ومناول، وسط المعاول بنا ومناول، بس المقاول كان بشطارة. ولا خلى سرة ولا نجمة حرة، ولا خلى سر ولا لقمة حرة، والعيشة مرة آخر مرارة، دل الشيكارة دم بالشيكارة، وقعد يا حبني والليلك دل 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 الشيكارة، دم بالشيكارة وقعد يا حبني والليلك سيدار. ده الشكارة دي عبارة عن في الصعايدة اسمهم الفواعليين. يعني ايه الفواعليين؟ اللي هم يحملوا المؤن ويطلعوا، يطلعوا للبناء فوق يعطيله المونة وهو يبني، فهم اسمهم الفواعلية. الشكارة اللي بيحمل فيها المونة، فالفعلة وهم بيشتغلوا بيغنوا علشان يستطيعوا ان هم يبقى عندهم حماس لطول الشغل مدى اليوم، فبيغنوا لهم أغاني الفوعلية. فإحنا قلنا بيقول له واحد منهم بيقول له دل الشكارة، أي نزل الشكارة دم بالشكارة جنبيها يعني، واقعد يا حفني اللي هو يعني أحد بيقول لزميله بيقول له اقعد يا حفني ولع سيجارة يعني ريح شوية واشرب لك سيجارة. وبيقول بقى فكر شوية في العيشة دي، ايه القضية ايه العبارة. من صغر سني شقيان لكني ما لط سني غير البصارة. وبقى بيقول ودخلت حارة من دو حارة، وفي كل حارة عليت عمارة، وسط المعاول يعني المعول الذي يضرب به الارض، بنا ومناول يعني بنا الذي يبني ومناول بشتغل الحاجتين، بس المقاول اللي هو اللي بيقاول الأمطار كلني بشطارة لم يعطيني حقي. ولا خلى سرة ولا لقمة حرة، والعيشة مرة آخر مرارة. فهو يعني بتحكي على إن برضو إن الشعب ممثل في شخص فوعلية اللي بيتعبوا ويشتغلوا وغيرهم يأخذ أموالهم وعرقهم ويذهب بها إلى محانات الخمور، إلى بنوك الأمريكان والأوروبيين، إلى حانات القمار، إلى ما إلى ذلك يعني. والشعب الذي لا يجد قوت يومه هو التعبان.
دي محتوى غنوة ده الشكارة، ذنب الشكارة.